أطلقت شركة بوتنام للأجهزة الرياضية منتج جديد يسمى ميرور، وهو عبارة عن مرآة ذكية تغنيك عن تطبيقات اللياقة البدنية، حيث تجلب لك هذه المرآة دروس اللياقة البدنية مباشرة إلى منزلك، حيث تصبح بمثابة مدربك الخاص بالمنزل. وتأتي الشاشة بقياسات مناسبة ومتناسقة مع جسم الإنسان، وتحتوي على مكبرات صوت حيث يمكن التحكم فيها عن طريق التطبيق الخاص بها من على هاتف المستخدم. كما يمكنك رؤية معدلة نبضات القلب على الشاشة طوال الوقت. قام خريج من معهد MIT التكنولوجي بتطوير روبوت تقضي وظيفته بكشف التسرب الموجود في أنابيب المياه، والهدف من هذا التطوير هو حماية أكثر من 2 تريليون جالون من المياه التي تهدر سنوياً بسبب التسربات التي تحدث في الأنابيب. ويتحرك الروبوت مع الماء، وفي نفس الوقت يقوم بفحص كل أطراف الأنبوب حتى يستشعر الثقوب المؤدية إلى التسرب. وتشير المصادر إلى أن نحو 20% من المياه النظيفة في جميع أنحاء العالم تضيع وتهدر لأسباب مختلفة. ونبقى مع مايكروسوفت التي أعلنت من فترة قصيرة عن تطوير قطعة تحكم جديدة خاصة بأجهزة ألعاب إكس بوكس لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالاستمتاع باللعب بحسب إمكانياتهم، وهي تعتبر كبديل لأذرع التحكم التقليدية التي تطلقها الشركة مع أجهزتها، لكنها موجهة لفئة مختلفة. ووحدة التحكم تقدم العديد من الخيارات لتتماشى مع إمكانيات كل منهم، وهو ما يجعل الشركة لتصل لقاعدة جماهيرية أكبر بهذا الأمر. وبجانب الأزرار الرئيسية الكبيرة والصغيرة، فإن مايكروسوفت وفرت نحو 19 منفذاً مختلف لوصل قطع إضافية حتى يتسنى للجميع التحكم بناء على قدراتهم. أعلنت شركة سوفت بانكس روبوتك عن تحسينات جديدة في الروبوت بيبر، الروبوت صاحب الذكاء العاطفي، فقد أصبح بإمكان بيبر تفسير النشاط البشري والاستجابة له، معتمداً على تطبيق تكنولوجيا قراءة المشاعر. تطبيق الذكاء الصناعي الجديد أضاف ميزة أخرى، حيث يعطي بيبر القدرة على فهم حالات أكثر دقة من المشاعر الإنسانية، مثل الفرق بين الابتسامة الحقيقية والمتكلفة، وتعبيرات الوجه من الفرح والاشمئزاز والدهشة والخوف والازدراء، بالإضافة إلى خصائص محددة حول الشخص مثل العمر والجنس والعرق. تم تصميم أول نموذج لكمبيوتر لوحي قابل للطي واللف في العالم يسمى ماجيك سكرول. يقدم التصميم الجديد شاشة باللمس تتسم بالمرونة وتدور حول جسم اسطواني مطبوع ثلاثي الأبعاد، ويمكن تثبيتها لتصبح شاشة مسطحة. ويقوم المستخدم عندما يرغب في إجراء مكالمة بإعادة لف الشاشة إلى شكلها الاسطواني واستخدام الجهاز بيد واحدة. أما إذا أراد المستخدم مشاهدة شيء ما عن قرب، مثل ميزة التجول الافتراضي من جوجل، فسيتم سحب الشاشة بسهولة من الغلاف لعرض المواقع كصفحة ويب حقيقية.